يمصف المتعرف على طريقه وكيفيه حل مشكل تطبيق تيك توك. نقوم بالضغط هنا على ضبط الاعدادات، بعد سنقوم بالضغط هنا على تطبيقات، بعد سنقوم بالضغط هنا على تيك توك خاص بكم، من ثم سنقوم بالضغط هنا على ايقاف الاجباري، بعد سنقوم بالضغط هنا على الموافقه، ثم سنقوم بالضغط هنا على مكان التخزين، بعد سنقوم بالضغط هنا على مسح التخزين. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في الفيديو القادم إن شاء الله.